رب العالمين والصلاة والسلام على صفوة خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. العواطف تتزاحم والمشاعر تتلاطم والأحاسيس تتراكم، لا أكاد أدري كيف أبدأ الاستقبال وكيف أوجز الاستقبال وكيف أرحب الضيف الكريم. أما الألفاظ فقد طارت، وأما التعبيرات فقد غابت. كل قلب متحير، كل عين متحيرة ومتعجبة، وكل لسان متكلم. أو يؤتى هذا الشان لملك من الملوك؟ ولماذا؟ أو يؤتى أو يمنح هذا المكان لرئيس من الرؤساء، لعظيم من العظماء؟ نعم يؤتى، نعم يمنح، نعم والله يؤتي، نعم ولماذا ولأي شيء وعلى أي شيء؟ يؤتى لمن حفظ الحرمين الشريفين، يؤتى لمن صان حرمين الشريفين، لمن نظف الحرمين الشريفين، ولمن قبل الحرمين الشريفين. يا خادم الحرمين الشريفين، نحن رأيناك تقبل الحرم فأحببناك. يا خادم الحرمين الشريفين، نحن رأيناك تنظف الحرم فأحببناك. يا خادم الحرمين الشريفين، نحن رأيناك تراعي الحرم وأنت تحب الحرم وتطوف بالحرم وتراعي وتنظف الحرم فأحببناك. وعند الناس نسبة والنسب والنسب والحسب، وأما بيننا وبينك نسبة عظمى وهي خدمة الحرمين الشريفين. نحن نحبك ونحبك في الله، ونحبك في بسبب خدمة الحرمين الشريفين، وأنت خادم الحرمين ونحن خدامك، وأنت خادم الحرمين الشريفين ونحن جنودك، وأنت خادم الحرمين الشريفين ونحن سهامك، وأنت تحب الحرم نحن نحبك، وأنت تراعي الحرم نحن نحبك، وأنت نزلت أرض باكستان وأنت شرفتنا، وأنت أثلجت صدورنا، وأنت نورت وجوهنا بمجيئك إلينا وشرفتنا وتشرفتنا. والله نحن نحبك كثيرا، ونقول من قبل العلماء ومن قبل أكاديمية ومن قبل الإدارة، ونحن نرحبك كثيرا، ونحن نقول مرحبا يا مرحبا يا مرحبا.